والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وافتح علينا فتوح العارفين بك الواقفين على بابك حتى ترضى. آمين آمين آمين. توقفنا في اللقاء السابق عند قول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين: فما كان منه، أي المعلق بصيغة الجزم، كقال وفعل وأمر وروى وذكر فلان، فهو حكم بصحته عن المضاف إليه. وقسم هذه أو هذا القسم قسمه إلى أربعة أقسام، أي ما ذكره معلقا في صحيحه بصيغة الجزم. صيغة الجزم يقول قال فلان أو روى فلان أو ذكر فلان ونحوها، فقسمها إلى أقسام. القسم الأول، وهذا تكلمنا عليه في المرة الفائتة، وهو ما يلتحق بشرطه، أي بشرط الصحيح. القسم الثاني، ما لا يلتحق بشرطه، أي لا يلتحق بشرط الصحيح ولكنه صحيح على شرط غيره، كأن يكون مثلا صحيحا على شرط مسلم كما في الحديث الذي سيذكره، كقوله في الطهارة: وقالت عائشة. قالت ده صيغة جزم ولا صيغة تمريض؟ صيغة جزم. قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، أخرجه مسلم في صحيحه. طبعا هو مسلم أخرجه في صحيحه من طريق خالد بن سلمة عن البهي عن عروة عن عائشة، وخالد بن سلمة ده ليس من شرط البخاري لأنه تكلم فيه بعض الأئمة، ولكن أخرج له مسلم في الصحيح، إذن هو ليس من شرط البخاري، ولذلك ذكر هذا الحديث معلقا. فهو صحيح لكن ليس على شرط البخاري، فلذلك ذكره بصيغة التعليق. الثالث، المواضع الثلاثة. طيب نصلح عندك ايه؟ عوف. تمام، فتح الله عليك. طيب الثالث، القسم الثالث، ما هو حسن صالح للحجة، كقوله فيه: وقال بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: الله أحق أن يستحيا منه. يبقى قال بهز أيضا هذا من صيغ الجزم، قال، وهو حديث حسن مشهور أخرجه أصحاب السنن، أي أخرجوه موصولا، ولكن هذه الترجمة بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أيضا ليست من شرط البخاري، ولكنها حسنة وأخرجها أصحاب السنن، فلذلك ذكرها معلقا. الرابع، ما هو ضعيف، لا من جهة قدح في رجاله، بل من جهة انقطاع يسير في إسناده.
واللي فيه انقطاع يسير في إسناده ده نوعين. النوع الأول أن يكون منجبرا بطريق آخر، يعني له طرق أخرى تجبره، ونوع آخر أو النوع الثاني وهو ما لا يوجد طرق تجبره، فهو ضعيف. وهذا النوع يبين البخاري بعد أن يرويه ضعفه، كأن يقول وهذا ليس صالحا أو هذا لا يصلح أو هذا لا يصح، يبين ضعفه في الصحيح. قال الإسماعيلي: قد يصنع البخاري ذلك اللي هو إن هو يجيب حديث معلق وفيه ضعف، إما لأنه سمعه من ذلك الشيخ بواسطة من يثق به عنه، وهو معروف مشهور عن ذلك الشيخ، يبقى البخاري ما سمعوش منه مباشرة، يبقى هنا كأن في انقطاع، أو لأنه سمعه ممن ليس من شرط الكتاب، يعني أحد الرواة ليس على شرط البخاري وسمع الحديث منه فيذكره معلقا. فنبه على ذلك الحديث بتسمية من حدث به لا على التحديث به عنه. وهنقول يعني إيه الكلمة دي، هنشرحها. كقوله في الزكاة: وقال طاووس قال معاد بن جبل لأهل اليمن ائتوني بعرض ثيابي، الحديث إلى آخر الحديث يعني، فإسناده إلى طاووس صحيح، إلا أن طاووسا لم يسمع من معاذ. يبقى هو هنا البخاري هو الحافظ السيوطي يقول فنبه على ذلك الحديث بتسمية من حدث به. هنا في المثال ده من حدث به وهو طاووس، لا على التحديث به عنه، وعايز يعني البخاري يقول إن طاووس حدث بهذا الحديث، ولا يقصد أن يروي هذا الحديث عن طاووس. لماذا؟ لأن الإسناد بين طاووس وبين معاذ بن جبل منقطع، طاووس لم يسمع من معاذ. فالبخاري عايز يقول يا جماعة هذا الحديث ذكره طاووس، حدث به طاووس، لكن هل هو صحيح؟ لا، عشان فيه انقطاع فيذكره معلقا. وطبعا الحديث ده بالذات اللي هو طاووس عن معاذ أخرجه يحيى بن آدم في كتاب الخراج موصولا، وكذلك ابن أبي شيبة في مصنفه. فيبقى كده الحديث ده ينجبر بتعدد طرقه، ينجبر بتعدد طرقه، عنده طريق في يحيى في كتاب الخراج ليحيى بن آدم، وطريق أخرى في مصنف ابن أبي شيبة، يبقى بيعضده طريقان. وأما اعتراض أو وأما ما اعترض به بعض المتأخرين من نقض هذا الحكم بكونه جزم أو جزم في معلق أو جزم في معلق وليس بصحيح، يعني إزاي هو يجزم أو يأتي بصيغة الجزم في معلق وهذا المعلق غير صحيح، بعضهم اعترض بهذا الاعتراض، وذلك قوله في التوحيد أي في كتاب التوحيد يعني: وقال الماجشون عن عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تفاضلوا بين الأنبياء، الحديث. فإن أبا مسعود الدمشقي جزم بأن هذا ليس بصحيح. لماذا؟ لأن عبد الله بن الفضل إنما رواه عن الأعرج عن أبي هريرة،
يعني لم يرويه عن أبي سلمة عن أبي هريرة، لما هو رواه عن الأعرج لا عن أبي سلمة. وقوى ذلك بأنه أخرجه في موضع آخر كذلك، يعني البخاري نفسه في موضع آخر أخرجه من رواية من؟ الأعرج عن أبي هريرة. فهو اعتراض مردود ولا ينقض القاعدة. لماذا؟ ولا مانع من أن يكون لعبد الله بن الفضل شيخان، يعني عبد الله بن الفضل يكون له شيخان، أحدهما الأعرج والآخر أبو سلمة، إيه المانع؟ وكذلك أورده عن أبي سلمة الطيالسي في مسنده، أبو داود الطيالسي في مسنده أورد هذا الحديث من رواية أبي سلمة عن أبي هريرة، فبطل ما ادعاه، أي ما ادعاه أبو مسعود الدمشقي. إحنا كده كنا بنتكلم عن أقسام المعلق الذي ذكره البخاري بصيغة الجزم، وقلنا إن دول أربعة أقسام. طيب نأتي بقى لما يذكره البخاري معلقا بصيغة التمريض. إيه صيغة التمريض التي ليس فيها جزم؟ كيروى ويذكر ويحكى ويقال، يعني أحيانا يقولون وروي وحكي عن فلان كذا. قال ابن الصلاح: أو في الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كل ده من صيغ التمريض وليس من صيغ الجزم، فليس فيه حكم بصحته عن المضاف إليه. يعني لما يجي يقول مثلا يروى عن عائشة، يبقى ليس هذا معناه أنه صحيح إلى عائشة، أو يرويه عن أحد التابعين ويقول ويروى عن فلان مثلا أو قيل عن فلان، فلا نستطيع أن نحكم بصحته إلى فلان هذا. ليه؟ لأنه ذكره بصيغة التمريض، بعكس الصورة الأولى. إذا قال مثلا قالت عائشة، يبقى هو كده حكم بصحة الحديث ونسبته إلى عائشة. قال ابن الصلاح: لأن مثل هذه العبارات اللي هي يحكى ويروى وقيل ونحوها تستعمل في الحديث الضعيف أيضا، فأشار بقوله أيضا إلى أنه ربما يورد ذلك فيما هو صحيح. يعني ربما البخاري أيضا يورد هذه الصيغة في حديث معلق ويكون صحيح. ومن هنا جه الإمام الزركشي وقال قال إن هاتان الصيغتان، يعني صيغة التمريض وصيغة الجزم، يستويان عند البخاري. يعني قال مثل قيل، روى مثل روي أو يروى، الصيغتين عنده. ده الزركشي اللي بيقول كده، بيقول إن الصيغتين عند البخاري واحد. ليه؟ قال لك لأنه في بعض الأحيان يذكر حديثا بصيغة الجزم ويأتي في موضع آخر ويذكر نفس الحديث بصيغة التمريض. إذن على القاعدة اللي احنا بنقولها دي، يبقى الحديث الواحد صحيح وضعيف في نفس الوقت، كيف يكون هذا؟ فالزركشي قال لا، ده هو الصيغتين عنده واحد، وهو أن الحديث صحيح أو حسن إلا إذا نبه على ضعفه بأن قال لا يصح. يبقى في الحالة دي هو بينبه على على ضعف. وكلمة لا يصح اللي بيقولها البخاري بعد الحديث ده،
الزركشي بيستدل بالكلمة دي أيضا على إنهم عند البخاري سواء. قال ليه؟ قال لما يقول مثلا ويروى عن فلان وبعد كده يقول ولا يصح، طب ما هو إذا كان لا يروى أو يروى أو قيل معناها إن هو غير صحيح، ما كانش البخاري هيحتاج إن هو يقول بعد كده ولا يصح، كان هيكتفي بقوله يروى أو قيل أو يحكى أو كذا. فلماذا يأتي البخاري بعد كده ويقول إيه ولا يصح؟ يبقى إذن هذه الألفاظ تستوي عند البخاري، ده كلام الإمام الزركشي. وابن تيمية أيضا له رأي في هذا، بأنه قال إيه إذا جزم البخاري بالمعلق فهو صحيح عنده، وإذا لم يجزم به كان حسنا لا يبلغ مبلغ الصحيح. إذا لم يجزم به كان رواه بإحدى صيغ التمريض لا يكون إيه صحيحا، ولكن إيه يكون حسنا وليس بالضعيف المتروك، بل هو حسن يستشهد به ويحتج به إذا لم يخالف الصحيح. يبقى ادي ايه امامين هم بيعترضوا على ما قاله ابن الصلاح بانه اللي يرويه البخاري بصيغة التمريض يبقى ايه ضعيف، قالوا لا مش شرط. وهنشوف برضو كلام حياتي هتلاقي برضو البخاري أحيانا يروي الحديث معلقا بصيغة التمريض ويكون صحيح، وحياتي هو. لا هو أكثر الأئمة على ما يذكره ابن حجر والسيوطي، و أنه ينبغي أو مش ينبغي يعني إيه، أنه إذا البخاري روى الحديث بصيغة التمريض فيبقى إيه يعني لا يبلغ رتبة الصحيح، وربما كان ضعيفا إذا نص عليه، إذا نص عليه البخاري نفسه. إذا روى البخاري الحديث المعلق بصيغة التمريض كان حسنا إذا لم يخالف حديثا صحيحا ولم يعقبه البخاري بعده ويقول إيه ولا يصح، يعني ذكروا البخاري معلقا بصيغة التمريض وسكت، يبقى هو عند ابن تيمية إيه حسن ولا يبلغ رتبة الصحيح. قال ابن الصلاح لأن مثل هذه العبارات تستعمل في الحديث الضعيف أيضا، فأشار بقوله أيضا إلى أنه ربما يورد ذلك فيما هو صحيح. لماذا؟ إما لكونه رواه بالمعنى، إذا ابن الصلاح عايز يقول إيه؟ إن البخاري ربما يأتي بصيغة التمريض لأهداف أخرى ولشيء آخر غير التضعيف، ربما يأتي بصيغة التمريض لشيء آخر غير التضعيف، وهيقول بقى هيذكر حوالي 3 أسباب لهذا. إما لكونه رواه بالمعنى، طبعا معروف الخلاف بين العلماء في رواية الحديث بالمعنى، فلما يرويه بالمعنى ولا يرويه بلفظه فإيه يرويه معلق حتى لو هو في أصله صحيح، ولكن رواه بالمعنى فيذكره بصيغة التمريض معلق.
كقوله في الطب، ويذكر عن ابن عباس، ويذكر دي هي من صياغ الايه؟ التمريض. عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرقى بفاتحة الكتاب، فإنه أسنده في موضع آخر بلفظ أن نفرا من الصحابة مروا بحي فيه لذيذ، فذكر الحديث في رقيتهم للرجل بفاتحة الكتاب. يبقى هنا البخاري أهو ذكروا بالمعنى في الأول، قال ويذكر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرقى بفاتحة الكتاب، هو معنى الكلام يعني، بينما ذكره بلفظه في موضع آخر، فلما ذكره بمعناه ذكره معلقا بصيغة التمريض. وفيه إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. السبب الثاني اللي بيخلي الإمام البخاري بيذكر الحديث بصيغة التمريض ولا يريد منه أن يصفه بالضعف، أو ليس على شرطه أن يكون الحديث ليس على شرط البخاري، وهو صحيح بس ليس على شرطه، فيذكره معلقا بصيغة التمريض كقوله في الصلاة، ويذكر عن عبد الله بن السائب قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون. طب ايش المؤمنين؟ عشان المؤمنين دي مفعول به. ايوه كده صح، على الحكاية قرأت سورة المؤمنون، يبقى على الحكاية قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون في صلاة الصبح، حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أخذته سعلة فركع، وهو صحيح أخرجه مسلم، إلا أن البخاري لم يخرج لبعض رواته، بعض رواته اللي في مسلم لم يخرج لهم البخاري، فليسوا على شرط، فلذلك ذكره معلقا عن عبد الله بن السائب. سبب آخر، أو لكونه ضم إليه ما لم يصح، يعني ضم إلى الحديث المعلق ما لم يصح، زي هنشوف كده دلوقتي، فأتى بصيغة تستعمل فيهما كقوله في الطلاق، ويذكر هي طبعا في البخاري ويروى عن علي بن أبي طالب وابن المسيب، وذكر نحو من 23 تابعيا. ايه بقى اللي ذكره؟ أن المرأة لا تطلق قبل النكاح، يعني إذا واحد قال إذا تزوجت فلانة فهي طالق، طب هو لسه ما اتجوزهاش، فكيف يطلقها وهو لم يتزوجها؟ فهذا روي عن علي ابن أبي طالب وابن المسيب، أثر سيدنا علي أخرجه عبد الرزاق في مصنفه من رواية الحسن البصري عن علي، والحسن البصري لم يسمع من علي بن أبي طالب، يبقى أثر سيدنا علي ده فيه ضعف، اهو في انقطاع. طيب أما أثر ابن المسيب فرواه عبد الرزاق وسعيد بن منصور بإسناد صحيح، يبقى قول الحافظ السيوطي أو لكونه ضم إليه ما لم يصح، ما لم يصح اللي هو أثر سيدنا علي في هذا المثال، وأثر ابن المسيب صحيح، فضم أثرا صحيحا إلى أثر ضعيف، فذكره لذلك بصيغة التمريض.
وقد يورده أيضا في الحسن. كقوله في البيوع، ويذكر عن عثمان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا بعت فكل، وإذا ابتعت فاكتل. طيب، فالحافظ السيوطي عايز يقول إن هذا حديث حسن وليس أو ولا يرقى إلى مرتبة الصحيح، لذلك ذكره معلقا. فبيقول: هذا الحديث رواه الدارقطني من طريق عبيد الله بن المغيرة، وهو صدوق. صدوق يعني يبقى كده مش هيبقى على شرط البخاري. عن موقذ مولى عثمان، وقد وثق، يعني وثق يعني فيه برضو كلام، بعضهم وثقه وبعضهم لم يوثقه، عن عثمان، وتابعه سعيد بن المسيب، ومن طريقه أخرجه أحمد في المسند، وأيضا ابن ماجه في السنن، إلا أن في إسناده ابن لهيعة. ابن لهيعة قلنا أنه ضعيف، ليه؟ ليه؟ لأنه احترقت كتبه فكان يروي من حفظه. ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه من حديث عطاء عن عثمان، وفيه انقطاع، والحديث حسن لما عضده من ذلك. يبقى الخلاصة عايز يقول إيه؟ إن الحديث ربما يكون حسنا فيذكره البخاري بصيغة الإيه؟ التمريض معلقا. طيب، هل ممكن يورد الحديث معلق وهو ضعيف؟ قال: آه ممكن. ومن أمثلة ما أورده من ذلك وهو ضعيف قوله في الوصايا: ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بالدين قبل الوصية. يعني واحد مات وترك عليه دين ووصية، ننفذ أيهما أولا؟ الدين، نطلع الإيه، نسد الدين الأول وبعدين نشوف هو إيه أوصى بإيه. وقد رواه الترمذي موصولا من طريق الحارث عن علي، والحارث ضعيف، الحارث الأعور إيه فيه إيه ضعف. طب ما هو ضعيف أهو، طب البخاري جابه ليه بقى؟ قال لك الإمام الترمذي روى هذا الحديث بنفس الطريق، حارث عن علي، ولكن بعد ما رواه قال إيه؟ ولكن إجماع أهل العلم عليه، أو أجمع أهل العلم على العمل بما فيه. يبقى كأن الحديث ده إيه؟ تقوى بإيه؟ بالإجماع، تقوى بالإجماع. فلذلك أورده الإمام البخاري في صحيحه، حتى وإن كان سنده فيه ضعف، لكن الإجماع على العمل إيه به. كل الطرق اللي روي بها فيها الحارث عن علي. فيبقى كلها ايه ضعيفة ايه. وان كان طبعا في بعض العلماء زي سيدنا الحافظ اخو السيد عبد الله بن الصديق الغماري، السيد عبد العزيز الغماري، صنف مصنفا في تصحيح حديث الحارث الأعور عن علي، نكث ناكث لتصحيح حديث الحارث،
فذكر فيها أشياء كثيرة، منها مثلا أن الحارث هذا كان ملازما للإمام علي، وكان يعني من أشد الملتصقين به، وكان لا يفارقه دائما، وكان صدر من سيدنا الإمام علي يعني بعض الألفاظ تمدح هذا الرجل. فالسيد عبد العزيز فيقول: كيف يكون ضعيفا؟ ولكن طبعا الجمهور على ضعف الحارث. لكن احنا مش بنتكلم على الموضوع ده دلوقتي، احنا بنتكلم على ايه؟ ان البخاري ذكر حديثا معلقا وهو ضعيف الاسناد، ولكن الترمذي لما رواه بهذا الاسناد قال: ولكن اجماع اهل العلم على العمل بما فيه، او على القول به. طبعا احنا قلنا برضو ان مذهب الجمهور هو ان رواية الحديث بصيغة التمريض تفيد الضعف. والامام البيهقي والحافظ ابن حجر يعني شنعوا كثيرا على من يخالف هذا، قالوا: ينبغي على الفقهاء والمحدثين أن يعني يلتفتوا إلى هذا ويعتنوا به اعتناء جيدا، فما يجيش في الحديث الصحيح مثلا ويقول ويروى أو قيل، ويأتي في الحديث الضعيف ويقول قال أو روى، العكس يعني. فقال: ينبغي على الفقهاء والحفاظ والمحدثين أن يعتنوا بهذا أشد اعتناء. وقوله في الصلاة: ويذكر عن أبي هريرة رفعه، أو يذكره بصيغة التمريض، لا يتطوع الإمام في مكانه، وقال عقبه: ولم يصح. أهي يبقى الزركشي بيقول إيه؟ طب هو لما كان ويذكر تفيد الضعف، ما كانش فيه داعي إن هو يقول إيه ولم يصح. وهذه عادته في ضعيف لا عاضد له من موافقة إجماع أو نحوه، على أنه فيه قليل جدا. طبعا هو الحديث ده بالذات فيه أشياء كثيرة تعضده، يعني حتى وهم هنا بيقولوا إيه إنه لا عاضد له، لا في عاضد له. فبيقول الحديث: أخرجه أبو داود من طريق الليث بن أبي سليمة عن الحجاج بن عبيد عن إبراهيم بن إسماعيل عن أبي هريرة، وليث ضعيف، وإبراهيم لا يعرف، وقد اختلف عليه فيه. طبعا الاختلاف على إبراهيم ده ذكره الإمام البخاري في التاريخ، ذكر الروايات أنها مختلفة على إبراهيم ابن إسماعيل، ولكن الحديث له طرق أخرى تعضده، وله يعني متابعات شواهد. فمثلا منها ما هو في صحيح مسلم عن معاوية أنه يعني كان يرشد أحد الصحابة أو التابعين، رآه سلم من صلاة الفرض ثم أراد أن يتنفل مباشرة، فقال له: يعني لا تصلي فيما معناه إلا إذا تكلمت أو تحركت، ويرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في صحيح مسلم. إذن حتى هذا الأثر الذي قال البخاري عقبه ولم يصح ورد بمعناه صحيحا عند مسلم في الصحيح، ولكن من طريق صحابي آخر. لا هو يعني نحمل بقى كلام البخاري أن هذا السند بعينه لم يصح،
هذا السند أو إسناد الحديث إلى أبي هريرة لا يصح. البخاري عايز يقول ان اسناد ابو هريره ده غير صحيح. انا لسه قايل لك اهو معاويه في صحيح مسلم. معاويه في صحيح مسلم. فالبخاري بيقول لم يصح اي اسناد ابي هريره هذا. وده بقى هو فصله في التاريخ الكبير. ذكر روايات ابو هريره كلها والاختلاف فيها على ابراهيم ابن اسماعيل. ثم قال في نهاية الكلام ولا يصح أيضا. وليث ضعيف وإبراهيم لا يعرف وقد اختلف عليه فيه أي اختلف على إبراهيم. طبعا الحافظ ابن حجر في الفتح قال واختلف عليه فيه ويقصد الليث ابن سعد. ذكر هذا الأثر المعلق قال إيه وليث ضعيف وقد اختلف عليه فيه كما ذكر البخاري في التاريخ. الاختلاف مش على الليث، الاختلاف على إبراهيم ابن إسماعيل. وما أورده البخاري في الصحيح مما عبر عنه بصيغة التمريض وقلنا لا يحكم بصحته ليس بواحد. قلنا في اللي فات انه لا يلتحق بشرطه، وقلنا في فرق بين قولنا يلتحق بشرطه وبين انه على شرط. اي وقلنا ان هو ما قالش ايه ما كان على شرط، قال يلتحق. طيب وايه تكمل؟ كيف أورده بصيغة الجزم وليس على شرطه؟ اللي هو في القسم الثاني. ان الزركشي قال ايه؟ الزركشي قال ان هما عنده سواء صيغة التمريض زي صيغة الجزم. لا هو القول الجمهور أو قول ابن حجر والسيوطي بيقصدوا به الأغلب. الأغلب ليس على سبيل الحصر والدقة، يعني أغلب ما يقول فيه كذا فهو كذا. طب
هل وارد ان احنا نلاقي فيه حاجة مخالفة للكلام ده؟ اه وارد، وهو ده اللي بيأكده في الكلام ده، يقول ان هو ممكن يورد الحديث بصيغة الجزم ويكون ضعيف، وممكن يورده بصيغة التمريض ويكون صحيح. يبقى ده ايه؟ اغلبي في الغالب. ولو مشينا بقى على كلام الزركشي يبقى مفيش اشكال خالص، هي دي عند البخاري. واضح؟ وما أورده البخاري في الصحيح مما عبر عنه بصيغة التمريض، وقلنا لا يحكم بصحته ليس بواهم، أي ساقط جدا، لإدخاله إياه في الكتاب الموسوم بالصحيح. طيب العبارة دي فاهمين العبارة دي؟ ابن الصلاح بيقول إن ما أورده البخاري بصيغة التمريض كيروى ويذكر وقيل ونحوها لا يحكم بصحته، أي هو ضعيف، ولكن ليس يعني إيه ضعيفا جدا أو ساقطا جدا. لماذا؟ لإدخاله إياه في الكتاب الموسوم بالصحيح. طيب يبقى معنى كده إن البخاري أهو في أحاديث ضعيفة، ماشي على الكلام ده؟ يعني ممكن واحد يقول لي أهو فيه ضعيفة، وابن الصلاح بيقول لا يحكم بصحته، أي ليس بواهن، أي ساقط جدا. فنقول له إن البخاري لما بيقول ما أدخلت في الجامع إلا ما صح، وهنا هو في حاجات ما صحتش اهي، يبقى كيف نجمع بين هذا وذاك؟ يبقى هنقول إن كلام الإمام البخاري ليس أو ما أدخلت في الجامع إلا ما صح، أي ما اتصل سنده، ما ذكره متصلا أو متصل الإسناد. يبقى البخاري ما ذكره متصل الإسناد فهو صحيح وليس فيه ضعيف، أي لا يوجد حديث ذكره البخاري متصلا وحكم عليه بالضعف. واضحة دي؟ لكن حديث ذكره معلق بدون إسناد يبقى ايه؟ كأنه يعني مش داخل في ايه؟ في صلب الكتاب او في اصل الكتاب، لكن ما ذكره بسنده متصلا فهو الذي يدخل تحت حكم الايه؟ الصحيح. وعبارة ابن الصلاح ومع ذلك فإيراده له في اثناء الصحيح مشعر بصحة اصله، يعني حتى المعلق ده كونه ان هو ذكره في الصحيح يبقى ايه؟ له اصل صحيح، او يشعر بان له اصلا صحيح يؤنس به ويركن اليه. لان البخاري طبعا مش هيذكر كده حديث حتى لو معلق ويكون مثلا موضوع او ضعيف جدا، لابد أن يكون له أصل ويكون له رواية حتى وإن لم تبلغ الدرجة العليا في الصح، لكن لا يتصور أن يكون موضوعا أو ضعيفا جدا. قلت ده اللي بيقول مين؟ حافظ السيوطي. ولهذا رددت على ابن الجوزي
حيث أورد في الموضوعات، كتاب الموضوعات لابن الجوزي، حديث ابن عباس مرفوعا: إذا أتى أحدكم أو أتي أحدكم بهدية فجلساؤه شركاؤه فيها. الحديث ده أورده ابن الجوزي في الموضوعات، يعني حديث موضوع. فالحافظ السيوطي رد عليه قال له: لا، هذا ليس بموضوع. لماذا؟ أورده من طريقين عنه. ده إيه؟ ده ابن الجوزي أورده من طريقين عنه، أي عن ابن عباس، ومن طريق عائشة فلم يصب. ولم يصب مين اللي لم يصب؟ ابن الجوزي. يعني السيوطي بيقول إن ابن الجوزي لم يصب. فإن البخاري أورده في الصحيح فقال: ويذكر عن ابن عباس. مع ان البخاري لما اورد هذا الاثر في الصحيح قال عقبه ايضا ولم يصح، الا ان السيوطي كانه يستشعر هذا ايضا، ان مجرد ايراد البخاري له في الصحيح يدل على ان له اصل، وما ينفعش ان احنا نحكم عليه بالوضع. يبقى كيف ان ابن الجوزي يذكر هذا الحديث في الموضوعات وهو البخاري أورده معلقا في الصحيح، غير ان هو له شاهد، او ذكره البخاري معلقا له شاهد اخر من حديث الحسن بن علي رويناه في فوائد ابي بكر الشافعي، وقد بينت ذلك في مختصر الموضوعات ثم في كتابي القول الحسن في الذب عن السنن. فائدة: قال ابن الصلاح: إذا تقرر حكم التعاليق المذكورة فقول البخاري ما أدخلت في كتابي إلا ما صح، وقول الحافظ أبي نصر السجزي أجمع الفقهاء وغيرهم أن رجلا لو حلف بالطلاق أن جميع البخاري صحيح قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا شك فيه لم يحنث. وطبعا اللي قال كده كثير من الفقهاء، مش ليس أبو نصر السجزي بس فقط، ولكن قاله أيضا إمام الحرمين أبو المعالي الجويني رحمه الله تعالى. فيبقى رجل لو حلف بالطلاق على أن جميع ما في البخاري صحيح محمول على مقاصد الكتاب وموضوعه، يعني أصول الكتاب، ما يصدر به البخاري الباب أو ما يرويه بسند متصل زي ما قلنا. يبقى لما واحد يحلف بأن جميع ما في البخاري صحيح يبقى إيه؟ يكون مقصوده إيه؟ الأصول وما يروى بسند متصل. فلو حلف بكده حتى لو حلف بالطلاق يبقى إيه؟ لم يحلف. طيب هو لم يحنث بقى، طب قال لك يراجع امرأته ولا لا يراجعها؟ قال لك في الصحيحين لا يراجع امرأته ولا يحنث، لا يحنث ولا يراجع امرأته، حاجتينه. طب في غير الصحيحين، صحيح ابن خزيمة مثلا، صحيح ابن حبان، قال لك لا يحنث أيضا، ولكن يستحب له أن يراجع امرأته احتياطا. يبقى إيه؟
فرقوا هنا ما بين الصحيحين وما بين الصحيحين يعني البخاري ومسلم، وبين ايه الكتب الاخرى كالسنن والصحاح ونحوه. فقال لك في الصحيحين لا يحنث ولا يراجع امرأته، اما في الكتب الاخرى فلا يحنث ايضا، ولكن يستحب له ان يراجع امرأته. محمول على مقاصد الكتاب وموضوعه ومتون الأبواب المسندة دون التراجم ونحوها، يعني الأصول دون التراجم والأبواب المسندة المتصلة. وسيأتي في المسألة مزيد كلام قريبا، ويأتي تحرير الكلام في حقيقة التعليق حيث ذكره المصنف عقب المعضل إن شاء الله تعالى. يبقى الإمام النووي هيذكر أيضا مرة أخرى الكلام على الحديث المعلق وحقيقته بعد الكلام على المعضل إن شاء الله تعالى. طيب نقف عند هذه النقطة، لأنه كده هيتكلم على إيه موضوع آخر وهو أقسام الصحيح.